بتعمل الاعمال بس مش بتحب تطلع تتكلم عليها، المره دي انت طالع مختلفه بالنسبه لك، بنشوف امير في الكوميدي كمان. بالظبط، انا بتكلم النهارده لانه الفيلم فعلا مختلف تماما عن كل الحاجات اللي عملتها، عن كل الافلام وكل الدراما وكل المسلسلات يعني. عاملين حاجه مختلفه وحاجه حلوه وحاجه تليق بالجمهور اللي بيتفرج علينا ويليق بكل الاعمار اللي موجوده. والله انا بتمنى كل الخير للافلام اللي نازله معانا. انا اهم حاجه ان الجمهور يبقى مبسوط وعنده اختيارات كتير يختار منها، وعنده أفلام يقدر يروح بيها مع عيلته والأطفال والأحفاد ويبقى قاعد سعيد ومرتاح ومطمن، فدي حاجة تسعدني يعني. أنا مش بفكر في أي منافسة، بالعكس. أستاذ جان منورنا في وشي ومبروك البعبع. بلاش أستاذ بقى يا عم، بلاش أقول جان على طول، قول جان حاف كده. جان حاف، عامل إيه يا جان ومبروك البعبع؟ الله يبارك فيك. شغلك مع أمير كرارة وياسمين صبري تقول عليه إيه؟ شغلة كويسة جدا. هي مش شغلة، هي بالنسبة لي حاجة حلوة جدا. هي دي حاجة حلوة، مش يعني مش شغل، فاهمني؟ لمطتك على السوشيال ميديا انت وامير كرارة وبتدخل عليه، مين اللي بيعمل ده، انت ولا هو؟ احنا الاثنين. والله الحمد لله مبسوط جدا بالتجربة دي لانها تجربة جديدة عليا يعني. الحمد لله انا وامير كنا متفاهمين جدا، وياسمين طبعا معانا، وباسم وانور وعبد العظيم وكل الناس اللي شرفونا في الفيلم واحنا اتشرفنا بيهم كلنا. يا رب ان شاء الله باذن الله تكون التجربه ناجحه. انا بالنسبه لي عملت حاجات جديده كتيره، زي ان انا اعمل اكشن، زي ان انا اعمل حد كده شاوح شويه يعني، فيا رب ان شاء الله تكون عاجبه الناس كده واكون نجحت ان شاء الله يعني. تقديم لامير كوميدي ده حصل في الفيلم ده، وعايز اقول لكم ان انتوا بعد كده ان شاء الله يعني هتقولوا طب ما تعمل كوميدي بقى شويه، وهو طبعا مش كوميدي فارس يعني، هو برضو في اطار الاكشن وكده، بس انساني اكشن يعني، انا بعتبر الفيلم كده، بس ظروفه بتضحك بس يعني. برضو اللي انت تجمع الاثنين مع بعض، هل ترشيح ياسمين كان ترشيحك ولا لا؟ وانت بتكتبها على الورق كنت شايف ياسمين هي مع امير ولا لا؟ هي كانت من الاقتراحات طبعا، المرشحات، ولما بعتنا لياسمين الورق قالت انا عايز ابقى معاكم في الفيلم على طول، لدرجه قابلتها على طول، هي كانت قارية، فده كان احساس مريح ان حد قاري دوره وعجبه. الحقيقه ما عملتش النوعيه دي خالص قبل كده، نوعيه الاكشن الكوميدي دي ما عملتهاش، فهي بالنسبه لي جديده مختلفه 100% يعني. البعبع ناس كتير مستنياه، بيتكلموا فكره الامير كراره وياسمين صبري، ايه المختلف انت كمان شايفه في دوره غير يعني، ايه التاني اللي انت شايفه؟ لا، هو التجربه كلها تعتبر جديده. احنا بنعمل اكشن كوميدي، استاذ امير كرارة ممثل محترف وجميل وقادر على انه يعمل الاكشن بشكل كويس. يعني الحقيقه فريق عمل على اعلى مستوى الحقيقه، وانا يعني مبسوط اني شغال مع المجموعه دي كلها.